فراح الطاقة اللي دايما نحن بنشتغل عليها هي اللي بتحرك لنا حياتنا. الطاقة الإيجابية اللي لازم تكون بالشخص لا يقدر هذا الشخص يكفي نهاره أو أيامه بسلام وخير، بخاصة بشهر رمضان. كيف بتنعكس هاي الطاقة على سلوكياتنا؟ كيف بنقدر ندرب نفسنا على الطاقة الإيجابية رغم ساعات الصيام الطويلة؟ أكيد سالي، عم نحكي عن الطاقة الروحية الإيجابية اللي نعم بتنعكس على سلوكنا، على تصرفاتنا، وتصرفاتنا أيضا مع الأشخاص المحيطين فينا. كيف فينا فعلا نتحكم بحالنا ونتحكم بتصرفاتنا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي كتير طبعا من الضغوطات اليومية. هي الأسئلة كلياتها راح تجاوبنا عليها خبيرة الطاقة عالية البغدادي. صباح الخير غالية، حبيبتي صباحك كيفك؟ تمام، اشتقت لك. اهلا وسهلا فيك بداية غالية. شهر رمضان المبارك وشهر فضيل، شهر تسامح، شهر ألفة ومحبة. ضغوطات الحياة دائما بتخلي الإنسان يعصب، ولكن بتزيد عصبيته بشهر رمضان مجرد ما انه هو غير عادته. قام ما فطر الصبح، ما شرب قهوته، ما شرب سيجارته، كمان خلينا ننوه عليها لانه الدخان هو اكثر شيء بيعصب البني ادم أكيد اللي طبعاً. بيدخن. فقديش انه معلش نتحمل نحن اول يومين بدنا نمرقوا صعبين، كيف فينا نخلي طاقتنا هيك حلوه ايجابيه لنحسن من مزاجنا النا وما نعكر مزاج اللي جنبنا اكيد يعني؟ تمام. هلا مثل ما حكيتي سالي بالبدايه، انه هو طبعا احنا يمكن منهيئ حالنا قبل رمضان انه الله يعيننا على الصيام، الله يعيننا كيف بدي اقعد بلا فنجان القهوه، بلا السيجاره الصبح، او حتى بلا الارجيله يعني. صحيح. فنحن اللي منهيئ حالنا وبنشحن حالنا بالطاقه السلبيه، فبتقومي اول يوم بيكون نهارك كثير عادي وكثير طبيعي، بس انت مو من قبل جاذبه بقى هذا السلبي، فشي طبيعي حتتعكري، مع انه بيكون الجو كثير رواق وما في شيء يزعجك. وحتى عاده القهوه او السيجاره هي عاده عاديه يعني، فيك تستغني عنها يعني. نهار فقتي مستعجله قبل ما تروحي على شغلك، فقتي مستعجله وطلعتي دغري على الشغل، شو حيصير اذا انت مثلا ما شربتي فنجانك القهوه او حتى السيجاره؟ حتلاقي نهار كثير عادي يعني. بس ليش برمضان اصلا بيعملوا هالقصص هاي؟ حتى يورجوكي انه هو الصيام انه صعب، او بشان يضل معصب، يضل طالع خلقه، يضل يتنكت، واخر شيء لك اللهم اني صائم لاني من الصيام هيك صار. لا، والعالم يعني مجبوره تتحمل هذا الشيء. اكيد يعني بتطلعي انه ليش لا، انا بلاقي انه اللي هيك لا ما تصوم احسن لسه تمام. اذا بدك تفش خلقك بالناس، طب شو هو الصيام معناته؟ صحيح. يعني غاليه، اليوم مو بس بشهر رمضان المبارك في كثير ضغوطات بحياتنا اليوميه، لكن اذا بدنا نحكي عن هذا الشهر بشكل تحديدي، يعني عم نمتنع عن الاكل والشرب وحتى لساعات طويله بظروف عمل اوقات عم بتكون قاسيه، فشو بتنصحي اليوم بتمارين للاشخاص طبعا صالي الايجابيين يلي فعلا هن بدهم يكملوا نهارهم بطريقه ايجابيه وصحيحه؟ تماما. هلا صدقيني فرح، عن جد الصيام ما نو علاقه باي شيء، وصدقيني الطاقه السلبيه اللي هن بيشحنوا حالهم فيها من قبل هي اللي بتعملهم هذا التوتر. شهر رمضان من الاشهر اللي هو كثير بيعطيكي طاقه ايجابيه. اول شيء عم بيعمل تنظيف لكامل اعضاء الجسم، لانه هو فتره الصيام لما انت بتعدي فتره 16 ساعه او 15 ساعه بعيده عن الاكل، هو ببلش الجسم مثل ما بيقولوا ياكل حاله. بس شو بياكل حاله؟ ببلش ياكل الخلايا او اي خلايا طالعه شاذة بالجسم. نعم. فهي فائدة الصيام، فالجسم ببلش ينظف حاله من الداخل. هذا إذا عم نحكي شيء طبي، أو إذا بدنا نحكي شيء روحاني، فهو شهر بيعطيك كتير روحانية عالية يعني. بتحسي حالك أنت لما نحن بنكون بعيدين عن الأكل، بالفعل بيكون قلبك كتير حساس، كتير إحساسك عالي، مو مثل لما بتكوني كتير آكلة وشبعانة، بتحسي القلب بيقسى عن جد، بتحسي حالك أنت خلص إنه مبسوطة أو مرتاحة بكل شيء. نعم. وهي حلاوة الصيام، إنك أنت تحسي بهي الروحانية العالية، تحسي بالإيجابية العالية، تكوني مبسوطة بالشيء اللي عم تعمليه. يعني أنا إذا بدي صوم وضل عم إمتى بده يأذن؟ أنا صايمة، أنا كذا، لا ما صوم. يعني أنا بدي أكون مبسوطة بكل شيء عم بعمله حتى أخذ الشيء الإيجابي من هذا الشهر. أنا لما أقعد أحسن ما أقول إمتى الصيام وشو بدي أعمل وشو بدي أسوي، أقعد أعمل تأمل شوي، أقعد هيك لحالي صفي ذهني، لأنه أنت لما بتكوني مانك آكلة وبتبلشي تعملي التأمل بتحسي صفاء روحي وطاقة إيجابية نزلت عليكي. أيه. مجرد بس ثواني يعني، ما عم بقول لك كل نهارك، لا ربع ساعة بس عطيها لإلك، عطيها لحالك، غمضي هيك عيونك وتخيلي طاقة إيجابية عم تنزل من 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 شاكرة الرأس، يعني مركز الطاقة الأساسي اللي هو بالرأس، وعم تنزل لكل جسمك، وتخيليها
انها عم تنزل بشكل دوامه، شكل لولبي، عم تنزل وعم تنظف، وانت احكي مع جسمك قولي لها نظفي لي جسمي، يلا بلشي بالعيون، بلشي بالانف، بالراس لتوصل للحلق، بلشي بالحلق، بلشي بالقلب، هيك لتطلع من اسفل القدم. بتحسي حالك بالفعل عندك طاقه جدا قويه، حتى بالعكس ما بيفكروا الناس انه هو شهر تعب وشهر سلبي، بالفعل انت هذا الشهر بالذات بتحسي حالك بتنجي اكثر من اي شهر ثاني، لانه بيكون عندك هذا الوقت الاكبر اللي انت بتنجي فيه، الطاقه الروحانيه اللي بتعطيكي دعم اكثر حتى من اي طاقه، بس نحن نعرف كيف نتصرف بهذا الشهر. غالية يعني حكيتي كلام انه خلينا نحس بحالنا وايضا خلينا نحس بغيرنا مو بس بحالنا. شهر رمضان المبارك وشهر خلينا نقول بخلي فيه الفة روحانية، وانت قلتي على الاكل انه بينظف الجسم، صوموا تصحوا. قديش مهم انه نصوم عن المسبات؟ قديش مهم نصوم عن الاذى؟ الاذى اكيد فرع عن الشرور، عن الحقد، عن الغيره، عن الحسد، عن النظره الحاسده. قديش مهم هذا الشيء بشهر رمضان؟ بلكي منعود حالنا هذا الشهر لباقي الأشهر نعيش بسلام ونعيش الآخرين يلي عايشين معنا بسلام. صحيح، لكن ليش نحن عم نقول شهر روحي؟ لأنه هو مو بس الامتناع عن الأكل والشرب، فيكي بأي وقت تمتنعي عن الأكل والشرب، بس الأساس هو أنك أنت تضبطي نفسك، يكون عندك هذا الضبط. الصيام بيعلمك الصبر، بيعلمك تضبطي نفسك، بيعلمك تحسي بالآخرين، بيعلمك المحبة، الألفة، يكون في مسامحة. إذا أنت زعلاني مع حدا أو متضايقة من حدا، قديه حلو بهذا الشهر أنت يكون عندك هي المسامحة، وتروحي أنت وتبادري وتقولي له أنا سامحتك، أنا بعتذر منك إذا أنا غلطانة. أحيانا بتلاقي هذا الخلاف بين الإخوات وبيقطعوا سنين، طب أنتوا كيف عم بتصوموا إذا فيها الخلاف بيناتكم؟ لا، هو شهر للمسامحة، للألفة، للمحبة. فأنا لما بركز على هي العادات الحلوة حتى أزرعها بأطفالي، يعني أنا بلاقي هلأ الأهل أكثر شغلة بيركزوا أنه بس على الطعام والشرب، أنه لا لازم تصوم، بس ما بيركزوا على الشغلات الأساسية اللي هي الروحية، أنه ممشي مثلا نزيل معي نشوف الفقير، نعطي، نكون معه، نوقف معه، نساعد الناس، نعلم أولادنا أخلاق الصيام، مو بس نعلمهم فرض الصيام، أخلاق الصيام هي أهم بكتير مع أنه أنا بس اشتغل على أنه أنا خلص امتنعت عن الأكل والشرب. تماماً. يعني مو بس هيك غالية، كنا عم نحكي اليوم الصبح أنا وسالي أنا في أشخاص فعلاً بطبعهم سلبيين، بينشروا طاقة سلبية، أوقات بتعكر علينا كل شيء حوالينا حتى بمجال الشغل. صحيح. يعني أشخاص غير ممكن الابتعاد عنهم. كيف نحن مضطرة. كيف بنقدر نتعامل معهم بدون ما ينقلوا لنا هاي السلبية؟ والله شوفي فرحنا هدول أشخاص السلبيين، يعني بدون رمضان عليهم سلبية تماما، فما بعلك إذا إجوا للصيام وعم بيصوموا، فقدي بتكون عم بتشع ستين تماما، عم بتشع الطاقة السلبية، لأن هو شخص سلبي، هو بيشوف الدنيا من منظار واحد فقط، انه هو بيكون عنده كمان الأنا عالية، أنانية عن جد تماما، بيكون شايف حاله انه انا احسن واحد، انه انا افضل واحد، انه انا ما بستاهل هيك يصير فيني، انه ليش هي هون قاعدة، لازم انا اكون بدالها وبدالك وبدال هذا، وين ما حطيتيه هو الجيد، هو افضل انسان. فهذا كيف بدك تقنعيه؟ يعني ما فيك تغيري انسان اذا ما هو من داخله بلش بده يتغير. صحيح. او اجى قال لك انا بدي اتغير، ما فيكي انت تغيري او تفرضي رايك عليه، تنصحي بالتجاهل. تماما، انا بنصح كثير بهيك اشخاص انه نحن نتجاهلهم قد ما فينا، حتى ما نفوت معهم بولا نقاش، ولا تحاولي توجهي لهم، يعني انك انت توضحي لهم وجهه نظرهم، لا نحن انت حكيت طب اوكي ماشي دير مشي وامشي، اما النقاش بالعكس انت هون بيصير عندك شيء ثاني، هو كشخص سلبي انت الطاقه بتصير عندك مستنزفه. صحيح. لان انت عم تشرحي لشخص سلبي، عم شو بيصير بيمصلك الطاقه كلها وبدون ما تنتبهي، غير نتيجه كمان تماما، ومن دون نتيجه ما بتحسي حالك غير رحتي على البيت، عن جد عن جد شايفه ايدك هيك ترفعيها، ما فيك حال ترفعيها، لانه الطاقه السلبيه الشخص السلبي بمص الطاقه من الاشخاص الثانيه، فبتحسي حالك انك انت بذلتي مجهود وعلى الفاضي وسحب لك فوق طاقتك، فبهيك وضع او مع هيك اشخاص لا انا اتجاهلهم وما حاول حتى قدر المستطاع اني فوت معهم بولا نقاش، لانه هيك بيكون افضل. صحيح. صحيح، مثل ما قالت فرح انه انسب شيء ومثل ما قلتي التجاهل. قديش انا نصحتها هيك لسالي على فكره الصبح، صح؟ هذا كان حديثنا عن جد لليوم عن الطاقه السلبيه، لانه عن جد بتحكم نهارك، احيانا بتروحي على البيت لو الشخص ما بيهمك بس بتتاثري، طول ما في احساس عندك وقلب بدك تتاثري. صحيح، بس الحركات اللي نحن بنغلق فيها حالتنا
يعني لو كان هو عم بيحكي حكينا. يحكي يحكي خلينا نحكي لازم أنا. انت تسكري حالتك مشان ما تتاثري كثير. هلا اول شغله لما بيكون الشخص كثير عم بيحكي قدامك بكلمات سلبيه وانت احيانا بيكون مثلا مديرك بالشغل او شيء مضطره تسمعي، فانت شو بتعملي؟ ما فيك تقولي له ايه اوكي وتطلعي، بدك تسمعي. فشو بدك تعملي؟ اول شغله ما بتركزي بالشيء اللي عم بينقال، تمام؟ انت بتمرقي حكيك، اعتبري حالك راديو شغال، انت راكبه مثلا بتاكسي وراديو شغال، فيك تقولي له سكر الراديو؟ اكيد لا. بس شو بتعملي بقى؟ انت بتلهي حالك بالطريق، بتلهي حالك بشيء، ما بتكوني مركزه. مجرد ما ركزنا تركزت الطاقه السلبيه عنا. فانا بمرق بعمل حالي ما سمعانه، انه احكي 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 انا مو سمعانه. الشيء الثاني انا احمي حالي واحمي حالتي. اول شغله انا حكيت كثير وقلت انه انا لما بكون قاعده مع اشخاص سلبيين عم بيحكوا سلبي او حتى نظرتهم سلبيه فورا سكر حالتي. بهالطريقه هي انت سكرتي حالتك، ما عاد الطاقه السلبيه تتاثر فيكي. او عندنا الشيء الثاني عندك باطن الكف، تفوتي الباهم للداخل وتسكري كمان، هيك انت سكرتي او حميتي حالك. والشيء الثاني انك تلفي رجل على رجل، مجرد ما لفيتي هيك كمان انت حميتي حالك، فبتحسي حالك قدر المستطاع انت ما اخذتي الطاقه السلبيه. نعم. يعني غاليه قد ايه اليوم مشاعر من الطاقه الايجابيه نشرتيها عنا اليوم؟ بدي اتشكرك كثير، بتمنى دائما هي الطاقه الموجوده عندك تكون موجوده عند جميع الاشخاص، تكون حياتنا احلى. شكرا غاليه. شكرا كثير لك غاليه، شكرا على الطاقه الايجابيه اللي اعطيتنا اياها. اتصالح مع ذات حيكون العنوان دائما لكل حدا حابب يتابع فقرتنا مع غاليه.